حبايبي اهلا وسهلا بيكم في قناتي، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الكروشيه. والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوز لطفل عمره 3 شهور، وهنشوف ازاي ناخد له المقاسات او ازاي نعمل المقاس الستاندر بتاع الشوز. الشوز انا هستخدم اللون الابيض الاساسي، وهدخل بس فيه سطر واحد من اللون الاخضر، ممكن حضرتك تستخدمي اي لون. وهزوق الشوز بشوية ورود، ممكن تعمليها بالكروشيه وممكن تكون عندك ورود صغيرة زي كده وتعمليها وتحطيها، ونحصل على النتيجة الجميلة دي والرقة والنعومة بتاعة شوز الطفل دي. أتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وأتمنى لحضراتكم كلكم مشاهدة ممتعة، ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. في البداية ازاي حضرتك تاخدي مقاس قدم الطفل؟ هناخد المقاس من اول الصباع الكبير لغاية اخر الكعب، وناخد المقاس بالمظبوط وما تزودش المقاس عشان ما يطلعش من رجله ويبقى نفس المقاس بتاع رجله بالظبط. يبقى هناخد المقاس من اول الصباع الكبير لغاية كعب الرجل. الخيط مش بياخد خيط كتير، اي بواقي خيط عند حضرتك ممكن تعمليها، والابيض بيليق جدا على الاطفال، وباي بواقي خيط تانية واي لون بيليق على الابيض برضو فممكن نستخدمه. انا قست او هاخد المقاس عبارة عن 10 سنتي. حضرتك بتاخدي المقاس من صباع الرجل لغاية الكعب، وبعدين بتعمليه مرتين لاني هلف بيه الداير ما يدور القدم. فأنا عندي المقاس 10 سنتي، وعشرة سنتي دي من الصباع الكبير للقدم، وهاخد المقاس دبل يعني 2 × 10 يبقى 20 سنتي. يبقى أنا هعمل في البداية سلسلة ب20 سنتي. هستخدم الخيط اللي متوفر معايا اللي هو الخيط الأبيض ده، وهستخدم إبرة رقم 3. حضرتك ممكن تستخدمي نفس المقاسات او نفس اعداد الغرز. لو كبرتي الابره وسمك الخيط كان اكتر تستخدمي الشوز لمقاس اكبر، او تصغري الابره والخيط ارفع تستخدميه لشوز لطفل اصغر. فاحنا النهارده هنبتدي 20 سنتي غرزه البدايه زي ما اتفقنا، دايما ما بنحسبهاش. وبعدين هشتغل عدد من الغرز يساوي 20 سنتي، وما بضيقش الغرزة عشان ما تبقاش شدة في بداية الشغل. فابتدي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملت عدد من السلاسل 45 سلسلة، وال45 بالظبط 20 سنتي. طيب هبتدي السطر الأولاني ازاي؟ أولا الغرزة كلها بتبقى غرزة الحشو اللي هي السنجل كروشيه، سنجل كروشيه عشان الناس اللي هم مش بيعرفوا عربي. هسيب ايه بقى؟ هسيب الغرزة الأولى والغرزة التانية، وأدخل في الغرزة رقم 3 وأعمل غرزة حشو، ويبقى بالطريقة دي معايا 2 غرزة حشو، 2 سنجل كروشيه، 2 غرزة حشو. السلسلتين اللي سبتهم في الأول والغرزة التانية اللي هي انا عملتها. وبعدين في كل غرزة هشتغل غرزة حشو، او بيسموها غرزة مفردة، او بيسموها سنجل كروشيه. هشتغل كل الغرز دي. طب هيبقى معايا كام غرزة؟ انا عاملة 45 غرزة، خدت منهم 2 سلسلة في الاول، يبقى هيبقى معايا 44 غرزة حشو، 44 غرزة حشو. هكمل السطر كله بنفس غرزة الحشو بالطريقة دي، في كل غرزة غرزة حشو. اشتغل السطر كله بالطريقة دي. خلصت السطر كده، وفاضل في الآخر غرزتين، دي الغرزة اللي قبل الأخيرة، ومنساش الغرزة الأخيرة اللي هي اللي برتفع فيها السلسلة. ناخد بالنا عشان دي اللي هتفرق معايا في ضبطة الحرف. وبعدين ارتفع سلسلة وألف الشغل. الغرزة الأولانية دي بسيبها لأني خلاص اشتغلتها سلسلة،
واشتغل في الغرزة اللي بعدها واكمل السطر كله بنفس الطريقة. وزي ما قلت لحضراتكم ما ننساش الغرزة الأخيرة، هي دي اللي هتفرق في ظبطة القطعة معايا. وهشتغل لغاية ما يبقى عندي طول القطعة 4 سنتي، يعني هشتغل لغاية ما ألاقي الطول وصل معايا 4 سنتي، يعني هقيس الطول بقى كده يبقى 4 سنتي، وهكمل وهرجع لكم. حبايبي عملت القطعة دي والعرض ده 4 سنتي وطلع معايا 9 سطور، يعني لو عديناهم مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أسطر ب4 سنتي. وبعدين هبتدي أعمل اللون التاني. أنا كنت مخلصة الغرزة الأخيرة، هفكها قدامكم عشان نشوف اللون التاني بقى هندخله ازاي. هدخل كده في الغرزة الأخيرة، خدوا بالكم حضراتكم إن أنا محافظة على استقامة الأطراف، ما زودتش غرزة وما نقصتش غرزة، ناخد بالنا من العدد دايما 44 غرزة في الجزء ده. طيب هدخل في الغرزة الأخيرة وأسحب الخيط وأسيب الحلقتين على الإبرة، مش هسحبهم أو مش هخلصهم، وبعدين أدخل بالخيط التاني أسحبه اللي هو اللون الأخضر، وبعدين أبقى أنا كده هبتدي سطر جديد باللون الأخضر. هرتفع سلسلة بس هلف الفتلة كده على أساس إن أنا أثبتها كده، ارتفعت سلسلة وهلف الشغل واخد الفتلة دي معايا في الشغل، وبعدين ابتدي اشتغل في كل غرزة غرزة حشو برضو، بس هاخد الفتلة اللي هي بتاعت البداية معايا في الشغل للتنظيف والتثبيت. هعمل غرزة حشو في كل غرزة بتقابلني، غرزة الحشو اللي هي سنجل كروشيه كده. يبقى دخلت اللون التاني معايا وهشتغل بيه لغاية آخر السطر. حبايبي أنا كده خلصت السطر اللي باللون الأخضر وعملت آخر غرزة، هبتدي بقى أقطع الخيط طيب أنا دلوقتي قطعت الخيط من الناحية دي وعايزة أكمل باللون الأبيض، واللون الأبيض الناحية دي، فأنا هقلب الشغل كده وبعدين أبتدي أدخل في آخر غرزة كده، ما سيبش الغرزة الأخيرة، وأسحب الخيط. طيب أنا بعد ما لضمت اللون الأبيض أنا دلوقتي عايزة أقسم عدد الغرز ده، ولو فاكرين حضراتكم عدد الغرز ده كان كام؟ كان 44 غرزة. أنا هاخد في التلت الأوسط 18 غرزة للتناقص، 18 غرزة للتناقص. لو طرحت 18 من 44 يتبقى 26 غرزة، ال 26 هاخد منهم 13 على الحرف ده و13 على الحرف التاني، فاهمين الفكرة؟ يبقى أنا باخد في النص 18 غرزة هخليهم 9، كل غرزتين هعملهم غرزة واحدة، يبقى ال 18 هيبقوا 9. طب في الأصل كان عندي 44 غرزة، 18 من 44 يتبقى 26، 26 لو قسمتهم على الناحيتين يبقى كل ناحية ب 13 غرزة. فهنبتدي دلوقتي نعمل إيه؟ هشتغل 13 غرزة منهم غرزة السلسلة اللي عملتها في الأول، وبعدين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13، يبقى انا كده خدت 13 غرزة على الحرف. هاجي بقى لل18 غرزة اللي في النص، هاخد في كل غرزتين اخليهم غرزة واحدة، يبقى مفروض يبقى عندي 9 غرز من ال18. 18 اخليهم 9. هعملهم ازاي؟ هدخل بالإبرة في اول غرزة، اسحب الخيط واسيب غرزتين على الإبرة، وبعدين ادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط، فبقوا 3 غرز على الإبرة هسحبهم كلهم. يبقى كده خدت غرزتين اهم، خليتهم غرزة واحدة، يبقى كده 1. اللي بعدها اسحب الخيط، اسحب الخيط، وبعدين ادخل في اللي بعدها واسحب الخيط، بقوا 3 غرز، يبقوا كده رقم 2. يبقى خدت 2 من 4 غرز، خليتهم 2. اشتغل اللي بعدها رقم 3 بنفس الطريقة، 3. أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. يبقى 18 غرزة خليتهم 9، خدت كل غرزتين خليتهم غرزة واحدة، وبعدين اشتغل الباقي، 1 2. فبالطريقة دي انا خلصت الجزء الاولاني. السطر اللي بعده هرتفع سلسلة، وبعدين اشتغل لغاية ما اجي للجزء بتاع اللي هو اللي انا عملت فيه التناقص. هشتغل هنا 12 غرزة كده، 1 2 تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12. اشتغلت 12 غرزة، هبتدي اختصر 6 غرز، يعني هعمل كل 2 في واحدة 6 مرات، 1 2 3 4 5 6. وهكمل السطر كله بعد كده من غير أي تناقص، هكمل بقية السطر من غير تناقص. وكده أبقى خلصت السطر وخلصت كمان الحذاء كله. فأنا هبتدي دلوقتي أثبت آخر غرزة، بعدين اسيب خيط للخياطة على قد الخياطة اللي هخيط بيها، واقص، وبعدين ابتدي استخدم ابرة التنظيف للخياطة. هيبقى ده وش الحذاء وده الظهر، فانا حتني على الظهر كده. وبعدين هبتدي اخيط الجزء ده كده، بس هسيب سنتي من الاخر، هسيب الجزء ده كده من الاخر. طيب هعمل ازاي؟ هدخل كده، هاخد الابره الفتله الخضراء معايا برضو، وبعدين ابتدي اخيط لغايه الاخر واسيب
وأسيب سنتي من الناحية التانية. باخد غرزة قدام غرزة كده، خلصت الجزء ده خياطة وجيت على آخر سنتي اهو موجود الجزء ده. قبل ما أدخل للجزء اللي هو السنتي الأخير ده، هبتدي أثبت الغرزة هنا عشان يبقى خياطة الجزء اللي أنا خيطته ملوش دعوة بالجزء التاني اللي أنا هخيطه، ده بعيد عن ده من غير ما أقطع الخيط. هعمل عقدة كده وأبقى ثبت الخيط. هاجي بقى على الجزء ده، هبتدي أدخل فيه غرزة من ورا وغرزة من قدام، مش هاخدها لف زي الأولانية، لغاية آخر غرزة. وبعدين ابتدي اشدها قوي، اشدها قوي كده، وبعدين اعمل عقدة عشان برضو خياطة الجزء ده ما يبقالوش دعوة بالجزء اللي بعده. يبقى انا ثبت والحتة دي خدتها ايه زي كشكشة كده. وبعدين هبتدي اخيط الجزء ده بنفس الطريقة، بس هسيب 2 سنتي من الاخر، هسيب 2 سنتي من الجزء اللي في الاخر ده. كده خلصت خياطة الجزء ده وعملت عقدة برضو هنا في الجزء ده، بحيث ان الجزء بتاع الخياطة ده ملوش دعوة بالجزء التاني. سبت الجزء ده حوالي 2 سنتي كده، حاجة اشتغل عليه غرزة السراجة داير ما يدور، اشتغل عليه كده غرزة زي غرزة الخياطة السراجة، اخيطه كده داير ما يدور عشان هكشكش الجزء ده. فهبتدي ادخل كده زي السراجة بالظبط، بعد ما خيطته داير ما يدور هبتدي اشده بحيث ان انا اكشكشه كده. وبعدين عشان ما تفكش الكشكشة هعمل فيه عقدة برضو، اثبت الغرزة بحيث انه ما يفكش الكشكشة بتاعته، ومرة تاني كمان للتأكيد. وبعدين اقص الخيط. وبعدين ابتدي اقلب الحذاء او الشوز، وكده ابقى خلصت الشوز. فاضل بس الورد اللي انا هعمله ده، ده شكله، ده شكله من ورا، دي القاعدة بتاعته، الكشكشة اللي عملتها من قدام والكشكشة اللي عملتها من ورا، ودي القاعدة بتاعت الشوز. وبعدين هبتدي احط الوردات بتاعته. الوردات دي اي وردات تبقى عند حضرتك او تشتغليها بالكروشيه او باي حاجة تكون موجودة عندك، وهلزقها بمسدس الشمع. وده شكل الوردات اللي انا هحطها والزقها بمسدس الشمع من الظهر. وحضرتك ممكن تشكلي وتبدعي زي ما حضرتك بقى حابة وزي ما متوفر عندك خامات موجودة في البيت. فانا هلزقهم بالطريقة دي كده، هلزق واحد هنا وواحدة كده والتانية جنبها،
وبعدين احط كمان هلزق دي كده، وبعدين احط دي، كل ده بمسدس الشمع هلزقهم وارجع لحضراتكم. وده حبايبي شكلها بعد ما خلصت. اتمنى يا رب تكون عجبتكم، واتمنى تستفيدوا من فيديو النهارده ان انتوا تنفذوه قد ايه رقيق وقد ايه جميل. حابه اشكر حضراتكم كلكم على تعليقاتكم وعلى اشتراكاتكم في القناه وعلى دعمكم ليا. بحبكم كلكم. ثانك يو، باي باي.